جدران منزله في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله مزدحمة بصوره. حال الصور دليل على ما تقادم من زمن الاعتقال، 15 سنة متفرقة وعام آخر يقضيه الأسير أحمد زهران في الاعتقال الإداري، جابها العام الإضافي بالإضراب عن الطعام. 112 يوما في إضرابه دهورت وضعه الصحي تقول زوجته، كما تبلغت من هيئة شؤون الأسرى والصليب الأحمر، فهي ووالدته وأبناؤه محرومون من زيارته. كل ما يضرب بني خلاص بني منيع، فما ضرناش كثير هذا السجنة، وفي سجنات سابقة بكو يرفضوني أمني. فقد الأسير زهران 35 كيلوغراما من وزنه منذ بدء الإضراب، ويعاني انخفاضا في نبضات القلب، تخشى والدته بدموعها التي لم تفارق وجهها فقدان ابنها دون تحرك أي طرف للإفراج عنه. ما حدا بيقول لي شو المصيبة، دار يا خالتي لما تجيب في قلبي والله بشوف قلبي تقطع. يقبع الأسير أحمد زهران في معتقل عيادة الرملة، وتواصل سلطات الاحتلال المماطلة في إعطاء قرار في الاستئناف المقدم ضد اعتقاله الإداري. يمضي يوم تلو الآخر وعائلة الأسير أحمد زهران تعيش على أمل الإفراج عنه نظرا لوضعه الصحي بعد أن تجاوز 100 يوم في الإضراب عن الطعام. أخبار الصليب الأحمر والجهات المعنية في الأسرى غير كافية تقول العائلة، فاعتقاله إداري وملفه سري بقرار من الاحتلال. إهمال يعانيه الأسرى داخل المعتقلات مع تعمد الاحتلال فرض عقوبات عليهم بمجرد إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. لا يعلم الأسير ما هي طبيعة التهمة المنسوبة له. تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري للأسير لأكثر من مرة بذريعة ما زال هنالك خطر من قبل هذا الأسير في حال تم إطلاق سراحه. يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 400 معتقل إداري، وتواصل الجهات الرسمية والحقوقية اللجوء إلى محاكم تطعن في قرارات الاعتقال الإداري، لكنها تقابل بالرفض من محاكم الاحتلال. يارا العملي العربي.